الثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، كما أنها لغة رسمية ولغة عمل في منظمة الوحدة الأفريقية، تقرر إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل المعتمدة في الجمعية العامة ولجانها الرئيسية، على أن تقوم بتعديل أحكام النظام الداخلي للجمعية العامة المتصلة بالمنطقة. ففي هذا التاريخ من عام 1973 اعتمدت الجمعية العامة اللغة العربية لغة عمل رسمية، لتكون بذلك إحدى اللغات الست التي تعمل بها الأمم المتحدة آنذاك، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية والإسبانية. ولكن هذا الاعتراف لا يضيف شرفاً إلى اللغة العربية في ذاتها، فهي أشرف وأغنى من كل هذا، وإنما هو فقط يرد لها بعض مكانتها المفقودة عالمياً، وهو تشريف لهيئة الأمم.